النهارده كان يوم صعب جدا. الواحد شايل على كتافه مسؤوليات ما تشيلهاش جبال يا وجيده. هنعمل ايه بس يا فاروق؟ قدرنا كده. والله كان اقتراح موفق منك ان احنا نخرج نتعشى برا النهارده. اهو منها نكسر الجمود والرتابه ونقعد في وسط الناس. كان فاضي خالص. عند مطعم كويس ومشهور. تحت امرك يا فندم. مالكو؟ النهارده ما فيش زباين ولا ايه؟ فندم هما بلغوا ان سعادتك جاي فحجزنا القاعه كلها المعاليك. ليه يا ابني؟ ما اللي عايز يقعد يقعد. عشان بس المعاليك تبقى على راحتك. ما انا على راحتي اهو. وانا هعمل ايه يعني؟ انا جاي اتعشى انا وسياده اللواء. مدام يعني. تعاملوا مع الموضوع بمنتهى البساطه. حاضر يا فندم. اتفضل. معالي الوزير. الفنان عادل فار موجود وعرف ان سعادتك هنا وعايز يقابل حضرتك يا فندم. مين عادل فار ده؟ ده مونولوجيست يا فندم. ايوه بيعمل ايه يعني؟ بيقول قفشات ظريفه كده وبيغني زي اسماعيل ياسين. طيب طيب مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. انا قلت ان حضرتك بتتعشى هنا، سمعت يعني من الناس اللي موجودين ان حضرتك، قلت اسلم على حضرتك. متشكر. كان نفسي اشوف حضرتك فيس تو فيس كده. متشكر جدا. وحضرتك ربنا يخليك لمصر وقدرك على عمل الخير وتخلصنا من اللي بيحصل ده، الانفلات الامن ده يا باشا. متشكر يا ابني، ان شاء الله كل خير. كنت عامل اوبريت كده صغير، كنت عايز اسمعه لحضرتك، خد رايك يعني. سمعني ايه بقى؟ احنا شباب مش اي شباب ولا زي شباب، احنا الشباب. احنا الجديد ما فيناش تعقيد ولا ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ ايه باشا؟ دقيقتك دي. طب بلاش بلاش، اسمعك بقى الاستعراض تاني؟ هوبا تيتو مام، هوبا ايه؟ هوبا تيتو مام. تمام. طب دخل بطنك جوه، طلع يا عم، سيب نفسك مفيهاش حاجة. طب اسمعك نكتة، اسمعك. اتفضل يا استاذ عادل. في ايه؟ مش فاهم بيجيبوا الاشكال دي منين؟